أهلاً بيكم في تعلم الرسم. أنا نهى الطناوي هكون معاكم النهاردة عشان نتعلم إزاي نرسم الوش البورتري. بس قبل ما نتعلم هنقول لفوفي. ازيك يا فوفي؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا عائشة؟ ازيك؟ هترسمي معايا النهاردة الوش بتاعك؟ البورتري؟ طيب هنتكلم الأول ونعرف حاجات على محمود سعيد. احنا قلنا قبل كده تعرفنا على محمود سعيد قبل كده بس هنقول عليه تاني النهاردة. محمود سعيد اتولد في اسكندرية من أكتر من 150 سنة، بس لغاية دلوقتي من أشهر الفنانين المصريين. تخيلوا في مصر وخارج مصر الناس كلها عارفاه. ليه؟ لأنه كان شاطر قوي وبيعرف يرسم التفاصيل بالظبط زي ما هي. محمود سعيد كان باباه رئيس وزراء مصر في يوم الأيام، كان محمد سعيد باشا. كان زمان في باشا وبيه. فمحمد سعيد هو كان والد لمحمود سعيد، ومحمود سعيد مش بس كان بفنان، اتعلم يبقى محامي وكان بيذاكر القانون. اما بقى 30 سنه راح اوروبا عشان يتعلم الرسم ويتخصص اكتر فيه، ورسم نفسه، رسم البورتريه بتاعه. اما اجي ارسم وشي مش هقول بقى لمامتي وبابايا او حد اقول له انا رسمت وشي، لا انا هقول انا رسمت البورتريه بتاعي. طب ارسم البورتريه بتاعي ازاي؟ سهل قوي، احنا مش هنرسمه زيه بالظبط لان محمود سعيد ده درس بقى كتير وراح اوروبا درس وتعلم من فنانين كتير. هنرسم خطوه خطوه. اول حاجه هنقيس من اول الدقن بتاعتي كده من الابهام احطه هنا، وبعدين منبت الشعر من هنا احط كده وابتدي هرسم بقلم ماركر زي ما قلنا عشان عائشه وفاطمه وانتوا في البيت تشوفوا كويس الخطوط بتاعتي، بس انتوا هترسموا بقلم رصاص عشان لو في اي غلطه ممكن نصلحها. انا هحط الابهام على الدقن بتاعتي، عظمه الدقن هنا، والصباع اللي في النص على منبت الشعر كده اهو، واحطه هنا اهو. دي اول الدقن وادي منبت الشعر. محمود سعيد عمل البورتري بتاعه بيضاوي بس بيضه بالعكس، يعني بيضه مقلوبه كده اهو. تمام. احنا بقى هنبتدي ارسم العينين فوق هنا. كل اطفال وكل الناس اللي لسه بيتعلموا اول ما نقول لهم نرسمه كده بيرسموا العينين هنا اهو كان مفيش قوره خالص. بالعكس احنا عندنا حته فاضيه خالص. القوره هنا احطها ازاي؟ اقيس بقى بصوابعي، احط الصباع هنا على منبت الشعر والتاني عند الحواجب اهو، واحط هنا. انا هعرف النقطه دي، اعرف ان انا هسيب مسافه هنا، وابص في المرايه. انا بصيت في المرايه وعارفه ان حواجبي خط مستقيم نازله تحت. انا هرسم هنا عند النقطه دي خط مستقيم نازل تحت، واسيب مسافه خط مستقيم نازل تحت. بصوا محمود سعيد برضو عمل حواجبه مش زي حواجبي، هو بص في المرايه قبل ما يرسم البورتريه بتاعه ورسم الحاجب بتاعه زي التمانيه بس عريضه، بس عريضه شويه. كل واحد لو بص في المرايه هلاقي ان الملامح بتاعته مختلفه عن الحلقه اللي جنبه، حتى لو احنا في نفس العيله هنلاقي ملامحنا مختلفه. طيب محمود سعيد عمل خط واحد ولا خط ولا خطين؟ خطين. انا هعمل كده خط تاني وخط تاني. على فكره هي مش هتكون شبهي قوي، انا هرسم البورتريه بتاعي باحساسي، مش هتكون شبهي قوي عشان انا هرسمه بسرعه. احنا مع الوقت هنرسمه شبه بعض. جوه بقى الخط ده هيكون فيه شعر، شعر الحواجب بتاعتي كده اهو. هسيب مسافه صغيره وهرسم كان حد زعلان، حد يكون زعلان بيغرب. هنرسم الحته اللي فوق اللي هي بتاعت الجفن دي، حد زعلان هعمل الناحيه التانيه كده، وبعدين هكتب ابتسامه، حد بيضحك، ابتسامه هنا. هسيب بين العين والعين مقاس عين تاني. خلاص نقيسها كده عشان ما يكونش بعيد قوي. طب الرموش بتاعتي هتكون طايره في الهواء؟ لا، هرسم لها. برافو يا عائشه، هرسم لها خط كده واحط الرموش فيها، وهرسم حد زعلان فوق كده زي ساد سمايل واحط لها رموش كده. محمود سعيد رسم، ايوه يا عائشه، هي شكل الرموش اللي هي الاي لاشز، ها ليه هي شكلها زي بنت؟ عشان انا بنت، انا رسمه نفسي. محمود سعيد رموشه مش طويل قوي عشان هو ولد، كل واحد بيرسم نفسه. انت معاكي مرايه؟ لا انا لا، محمود سعيد رسم نفسه، هرسم نفسي بشنب؟ لا طبعا انا ما عنديش شنب. خلاص محمود سعيد بقى عايز يرسم النني بتاعه. ما بنرسمش النني دايره، ليه؟ لان الجفن مغطي حته شويه. فانا هرسم كانه زي ايه؟ النون بس من غير نقطه، ولون جوه باللون بتاعي. في ناس عينيها زرقاء، خضراء، بني، على حسب. هنا هرسمها زي النون بس مش كامله من غير النقطه، ولون هنا. المناخير كل اصحابنا اقول لهم ارسموا المناخير بيرسموها لغايه هنا، ده معقول؟ لا طبعا، هقيسها برده بصوابعي، هحط من اول الحواجب لغايه طرف مناخيري، وتقريبا
هي هنا، هحط نقطة أعلم علامة وأعملها كأنها إيه؟ حرف اللام. بس كده سهل قوي. بين مناخيري وبين بقي، بين أي حد فينا، المسافة صباع نايم. أحط صباعي كده أهو وأحط نقطة، وبعدين أعمل عصفورة طايرة بعيد، دي الشفة اللي فوق، وبعدين أعمل خط، وبعدين أعملها كده أهو. أكيد بتاعتكم هتطلع أحسن مني، عارفين ليه؟ عشان أنا بس بوريكم مش مظبوطة قوي. أنتوا وأنتوا قاعدين زي فاطمة وعائشة كده، هنعملها وكده. بعد كده الدقن بتاعتي تقف كده أهو، عشان كده بقول لكم ارسموا بقلم رصاص، عشان أنا كده دلوقتي عايز أمسح الخط ده. الودان بقى بتاعتنا عند عائشة وفاطمة، لو حطينا شفنا الودان هنلاقيها، بصوا بتبتدي من فين؟ مستوى إيه؟ العينين. مستوى العينين. أنا هعمل هنا مستوى العينين، وتنتهي فين الودن بتاعتنا؟ هديك ستيكر طبعا. واخر الودن فين؟ في المناخير. مناخير، صح كده. هرسم كاني برسم علامه استفهام لغايه المناخير كده اهو، واحط خط كده علامه استفهام. طب وشعري؟ كل الاطفال بيرسموا شعرهم كده اهو، بس انت عندي شعرتين. بصوا محمود سعيد قد ايه، كل ده الشعر بتاعه، مش كل ده شعره، هنا في جمجمه الراس بتاعتنا. ايوه يا عائشه، واحنا كمان عندنا شعر بالظبط، عندنا شعر كتير. فانا هشوف كده شعري قد ايه واحط هنا اهو، كل ده لغايه هنا ده شعر كتير من لغايه كل ده، خلاص. لو الولد، الولد دايما شعره لغايه ودانه، البنت بيبقى شعرها طويل اطول. طب والرقبه؟ الرقبه دايما بتبقى نص العين. انا هعمل كاني حد بيعيط، تك تك تك، وبحط الرقبه هنا، الرقبه وبعدين بس لغايه الكتاف. ده اسمه البورتري بتاعنا، بورتري يعني وش بالكتاف بس لغايه كده، بس مش برسم الجسم كله. بورتري يعني وش، رقبه وحته بسيطه من الكتف. انا هرسم بقى الشعر بتاعي طويل كده اهو، وابتدي الون بالوان الميه. هعمل زي محمود سعيد، هو عمل درجه اللون بتاعه الجلد بتاعه. طيب هحط الميه هنا، اعمل جلد ازاي بقى؟ اللون ده لون رملي وده لون بينك. لو عملت الرملي اهو، هحط، ممكن اخلطه بره على فكره، دي طريقه تانية في الخلط، بدل ما نحط على اللون نفسه ممكن اخلط اللون واحطه بره هنا عشان يكون عندي لون تاني في المربعات اللي عندنا في الالوان دي. اهي خطيت لون رملي، هجيب اللون البينك امشي عليه كذا مره واشوف اذا كان اللون ده بتاع هشوف كده على طرف الورقه. حلو اللون ده من لون الجلد بتاعي؟ اه. حلو؟ لا. اغمقه ولا افتحه؟ اغمق. اغمق، يبقى احط لون رملي شويه اهي كده. حلو؟ اه. دلوقتي هلون. انا كده عرفت اعمل ازاي لون البشره بتاعتي الرملي اللي هو لون البني المصفر مع البينك، وابتدي بقى اخد من اللي انا كونته هنا واحط اهي كده. بصوا هنلون كل ده، اخده اهي ميه، وافرش اللون بتاعي في كل الوش بتاعي كده اهو. طبعا مش هيطلع حقيقي زي محمود سعيد. ليه بقى؟ محمود سعيد قعد ايام وشهور يرسم البورتريه بتاعه. انا هلون هنا حوالين الجفن، لان في اصحابنا كتير بينسوا يلونوا على المناخير والرقبه والحتت دي كلها. اتفقنا؟ اهو كده، والون اهو اللون الجلد بتاعي هنا. لو اللون خلص اكونه تاني بالرملي والبينك ومخلطاه كده اهو، وابتدي الون وافرشه هنا في اللون كله. ولو جه على الشفايف مش مشكله، لان الشفايف لونها اغمق من الجلد، فممكن الون على بعض مش مشكله اهي. بصوا خدتوا بالكم ان انا عشان عملت بماركر، فايه اللون بيجي مع الماركر. القلم الرصاص مش هيعمل كده خالص. انا هرسم نفسي لابسه تيشرت بعد كده، بس هخلص دي بقى فوق الحواجب. فمحمود سعيد عمل نفسه شبهه قوي عشان بيقعد وقت كتير. اهو الودان، الودن بتاعتي. في حاجه تانية فاضله يا عائشه ناقصه؟ اعمل بقى ايه؟ شعري. انا عايزه اعمل شعري غامق زي محمود سعيد. هروح البني واحط شويه اسود، نخلط الالوان هنا كده اهو، وابتدي ارسم. هرسم ايه بقى؟ هلون زي الوش؟ لا، هرسم مع الشعر. الشعريه عامله خط مستقيم، هعمل زي خط مستقيم. الوش عملته سيحته لان هو ملوش ملمس، لكن الشعر ليه ملمس واعمله كده اهو. اهو اعمل الملمس كده، الحواجب بتاعتي. بس خلي بالكم ما نحطش الوان كتير وميه كتير عشان ما ايه ما يسحش تحت. وابتدي اعمل البورتريه بتاعي وتفاصيله
ارسم الون الشفايف، بغسل الفرشه بتاعتي وبتاكد اه نظيفه. ممكن اعمل شفايف مثلا موف مع احمر عشان اغمق الاحمر شويه اهو كده. وابتدي اعمل محمود سعيد لبس. عمل لبس. اللبس برافو. الشفه اللي تحت كده لو عايزه افتحها واغمقها حلو كده احلى. طيب كده اللي فوق افتح دايما ونقعد نلون ونلون التيشيرت بتاعتنا. انا كده عملتها بسرعه. بص عشان انا بتاعتي واقفه فممكن ايه عائشه وفاطمه يا بتاعتهم هتكون نايمه فهم بيعملوا. هنشوف بقى عائشه وفاطمه جاهزين ترسموا بورتريه زي محمود سعيد. مش هنرسم محمود سعيد بالشنب، لا نرسم كل واحد يرسم وشه بالشنب. هتعملي عائشه بالشنب؟ هسميكي مع عائشه سعيد. يلا هنبص في المرايه ونشوف ملامحنا مختلفه ولا زي بتاعت محمود سعيد. فوفي عندك شنب؟ ما عندكيش شنب؟ طب يلا بصي على ملامحك عامله ازاي. يعني ايه ملامح؟ يعني الحواجب والعينين والبق. يلا اجي اساعدك. حاضر اهي. يلا فاطمه هتحط الصباع بتاعها على الدقن. ايوه وايوه الصباع التاني على اول الشعر. ايوه شطوره قوي. وريني كده شطره 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 لغايه هنا. انا هعلمها كده. يلا ونرسم بيضه بالمشقلب. يلا تعرفي تسيبي مسافه تقيسي بقى من منبت الشعر لغايه كده وتحطي نقطه هنا تعملي حواجبك. يلا يلا شطوره شطوره. اروح اشوف عائشه. شاطره. حطي بقى جنب صباعك علامه عشان ترسمي حواجبك. حواجبك بقى زجزاج ولا خط مستقيم ستريت لاين ولا ايه؟ اروح اشوف عائشه. الله عائشه حلوه قوي. بصي انا هقول لك ليه. عشان احنا بنبص على الحواجبنا. فين حاجبك؟ وريني وريني وريني. ساي ساي ساي. ايوه طيب الحاجب بتاعك وريني كده. وريني كده. ايوه لا بس هو ستريت وفي حته جنب نازله كده وكده اهو. وحطي هنا شعر ونسيب حته وستريت وكده. يلا تعرفي؟ يلا شاطره. هجيب الستيكر بتاعتي عشان اشوف فاطمه عملت ايه. رسمتي المناخير شطوره. طيب تيجي نرسم بقى الحواجب. حواجبك ايه عامله ازاي؟ كيرف كده صح؟ برافو. فين الحواجب بتاعتك؟ هنا الحواجب صح. برافو شاطره كده. ايوه بصي كده خط نص. اوعي اوعي رزق كده. والتاني اهي واحد كده هنا كمان. يلا ها وخط واحد ولا خطين؟ خطين. خطين اعملي خط تاني. برافو شاطره. الحواجب التاني بقى. يلا كفايه كفايه عشان نلونه بالوان الميه بعد كده. كفايه كفايه كفايه. كل ده شعر يا فوفي في الحواجب. يلا الناحية التانية. بصي تعملي كده اهو زي اللي انت عايزاه. لا 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 زي الحاجب ده. اعملي الحاجب ده حلو قوي. اعملي زيه هنا. شاطر قوي 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 قوي. لا لغاية هنا لغاية كل املي ده شعر هنا. شعر الحواجب لغاية هنا. برافو. بعدين هنعمل واحد زي. حاضر انا اسفة. تعالي اهي. لا اهي كده كده انت كده. بعدين ايه زي حد زعلان ساعات سمايل. بعديها واحد كمان. بعدين واحد هابي سمايل. طيب اوكي هي حلوه كده صح؟ لا اي ونت تو اد ماي اي. ما هي دي اد يور اي. طيب اد عينيكي. طيب شاطره قوي. يلا شاطره. اشوف عائشه. وريني. حلوة قوي 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 يا أشقوشة. العين بقى نعملها ازاي فاكرة؟ ساد سمايل حد زعلان. بعدين كمان واحدة عشان الرموش الاي لاشز. بعدين واحد مبسوط. وبعدين يو شيب اللي هي النور حرف النور. يعني واحدة هنا بقى. يلا بس اعملي التانية دي الأول وبعدين مناخير. حلوة؟ أيوة شاطرة كده. أيوة واحدة كمان كده. أيوة عايزة امسح. ايوه كده عايزة اسمه. يا حبيبتي يلا كده. وبعدين هنا شيء. وبعدين لاشز. وبعدين ارسمي المناخير. يلا بصي على مناخيرك عاملة زي حرف ال كده. بصي يا اوشة كده صح؟ صح؟ برافو. تحت لا هنقيسها كده. بصي هنقيس من الحواجب للمناخير اهي.
لغايه هنا. بصي لغايه صباعي هنا هعملي علامه. برافو. يلا وهنسيب بقى مسافه بين المناخير والبق صباع. حطي الصباع كده تحت المناخير. شاطره. اعملي نقطه عشان ده علامه ليكي. صح كده. بعدين هرسم الشفه لفوق ازاي؟ كانها عصفوره طايره بعيد. عارفه العصفوره الطايره بعيد بنعملها ازاي؟ كده زي الزجزاج كده. مش عارفه اعمل البق. اهي بصي زي كانه زجزاج. بصي يا اوشه كانه زجزاج كده. اوكي يلا. اهي حلوه قوي. ارسمي خط بقى. حلوه قوي. ارسمي نقطه. مش حاضر. اوكي اهي بصي اهي بصي خلاص انا همسحها 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 اهي. لا حاسبين دي عشان ايه ارسم كويس اعرف ارسم. همسحها لك وارسمها مكان بقى. يلا 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 حاسبين دي كده خلاص بقى. ارسمي بقى البق كده اهو. بصي بصي كده اهو كانه عصفوره طايره. تعرفي؟ يلا لا شيلي ايدك عشان اعرف اشوف انت بترسمي. بعدين أيوه. خط خط كده ايوه. هابي فيس وفي خط في النص. شاطره. حلوه قوي. ارسمي بقى الودن كده ودن هنا. تعرفي؟ لا حاسبين ايدك عشان اعرف اشوف. شاطره. الناحيه الثانيه. شاطره قوي. وبعدين الرقبه كانها في نص العين. ارسمي خط كده. برافو. خط ناحيه ثانيه. بعدين بقى اعملي شعرك. عندك شعر قصير ولا شعر طويل؟ شويه طويل. شويه طويل. بس قبل ما نخلص اعملي بس الكتاف. خط نايم كده وبعدين كيرف. حلوه قوي. يلا شاطره شاطره. الناحيه الثانيه. شاطره شاطره. انا هديكي بقى ستيكر علشان الاوت تايم بتاعك. اعملي الهير بقى لغايه ما اروح اشوف فاطمه واجيلك. طيب يلا شطوره قوي. بس ممكن بصي قشقوشه عشان ايوه حلوه. بس شيلي ايدك دي عشان اعرف اشوف. ايوه حلوه قوي. كملي بقى شعرك كتير زي محمود سعيد. يلا روح اشوف فوفي. ايه ده؟ لا فوفي شكلها حلو قوي من بعيد. اما اقرب كده اشوف شكلها حلو. حلوه قوي قوي قوي. انت واقفه عند البق. حلوه قوي. دي فاطمه نسمع حلقه كمان. طيب يلا هنرسم بقى البق ازاي. هرسمه لك بره وتنقليه ولا هرسمه لك هنا؟ حاضر. زي كانه عصفوره طايره بعيد. تعالي كده قربي. عصفوره طايره بعيد صح؟ بعدين اقفل الخط وبعدين اعملي حد بيضحك كده من تحت. يلا وريني هتعملي ايه. هابي سمايل تحت كده. كده هابي سمايل. بالظبط كده. حلو. تحت دي الشفه اللي فوق ودي الشفه اللي تحت. برافو شاطره قوي. وبعدين بقى فين الرقبه؟ في نص العين. هعمل نفسي ان انا ماشيه كده كده كده. اول ما اجي هنا اقوم رسم الخط. برافو شاطره قوي. الناحيه الثانيه. ايوه من هنا وكاني هنزل. يلا شاطره قوي شاطره قوي قوي قوي. وبعدين نعمل كتاف. حته من الكتف وحته من الكتف. خط. ايوه شاطره قوي شاطره قوي. لا لازم اديكي بقى نجمه على الخط الحلو ده. محمود سعيد اكيد هيكون منبهر. يلا تعرفي بقى نلون. ايه رايك؟ هنعمل الرقم اللون ال لا ده مش بورتريه. احنا بنرسم بورتريه. مره تانية نعمل الجسم كله. لا ممكن اعمل لك بقى اللون بتاع البشره. هنجيب ايه؟ الرملي الاقر هنا. لا لا هنا هنا هنا. طب خلاص. طيب هتعملي ايه؟ هي مظبوطه كده. مش لازم تكون مظبوطه قوي. طيب هعمل لك اللون بتاعها وكملي. لا. طب هعمل لك لون البشره. I wanna color myself. طب يلا انت paint yourself. يلا لوني انت لنفسك. عائشه ابتدت تلون. الله يا عائشه حلو قوي. انا عاجباني ان انت ماسكه القلم الفرشه زي كانها قلم. فاكره؟ بوف شاطره قوي. انا ماسكه زي قلم. شاطره. انت ما عندكيش شعر هنا؟ ايه ده؟ نسيتي يا قشقوشي ولا ايه؟ يلا فين الشعر اللي هنا؟ يلا نكمل بقى الشعر هنا. اعملي كده اهو. عايزاه طويل زي الناحيه الثانيه؟ طيب نكمل هنا. كل ده شعر اهو. بصي نسيتي هتسيبي شعرك لغايه هنا؟ يلا حلوه؟ يلا حلوه قوي. يلا كملي. اساعدك في لون الوش ولا تعمليه انت؟ انت اختاري. انا اختار. انا اعمله لك عشان انت اول مره تعمليه. بصي اللون الرملي اللي هو ده هحط شويه منه هنا كمان 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 عشان هو ده اللي هنخلط فيه كده. ميه نعملها اهي. وبعد ما احط شويه كده احط من البينك كده. بينك كده
اول ما تلاقي اللون اللي انت عاجبك قولي لي كفايه. This is what I want. Stop. This what you want. اوكي يلا ابتدي بقى لوني هنا. يلا بسرعه. يلا. حلو قوي. كله 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 بس اوعي تيجي على العين. By accident. مش مهم مش مهم. It's okay. Doesn't really show. Do I need water? بصي هندخل كده الميه واجيب من هنا وابتدي اعمل كده. بصي بعمل ازاي؟ من فوق لتحت وحته من الرقبه كمان. صح؟ يلا برافو. شاطره شاطره. والقوره كمان فاكره قورتك والودان. يلا هديكي بقى ستيكر كمان عشان انت شاطره قوي. كل مره تاخدي 2 ستيكرز مني هتخلصيهم كده يا اشقوش. اه هخلص كلهم. هتخلصي كلهم. يلا هتخلصي الوش وتعملي الشعر بقى خلاص. ورويه اصفر عشان انت لسه اصفر انت بتحبيه. اتفقنا؟ يلا هشوف فوفي. حلو قوي. اساعدك يا فوفي؟ اساعدك؟ اوكي نعمل. انت عامله اللون الوش حلو قوي. هجيب رملي كده تاني احطه هنا. بينك. انا عارفه انت عامله حلو قوي شاطره قوي. بعدين اخففه بقى باللون. بعدين بصي بعمله كده. عايزه بقى ايه؟ لايتر. حاضر خليه لايتر. ازاي لايتر؟ فاكره ما قلنا محمود سعيد ناخد الالوان ونسبريد كده. برافو يا فاطمه حلوه قوي. جيب الستيكر بقى. انا مبسوطه من عائشه وفاطمه ان هم خلطوا عرفوا يخلطوا لون الجلد ان هم حطوا لون رملي مع لون بينك. نشوف فاطمه. وريني فاطمه عملت ايه بقى. الله دي لونت غمقت الرقبه شاطره قوي يا فاطمه. عشان هي بصت في المرايه لقيت اغمق غمقت اللون الجلد بتاعها. برافو شاطره قوي. احط لك الستيكر بتاعتك الثانيه هنا. شاطره. اشوف عائشه. الله انا شايفه حاجه حلوه من بعيد. حلوه قوي يا اشقوشه. ممكن احط لك ستيكر ثانيه؟ اه طيب شكرا. شطوره قوي 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 يا عائشه. اروح بقى ابص على البورتري اللي انا عملته. ناقص حاجات كتير. لازم اقعد زي محمود سعيد اقعد احط التفاصيل وهنا اسيب فاتح واعمل زي فاطمه اغمق هنا في الرقبه وكده. نقعد نزود تفاصيل بالالوان زي محمود سعيد عشان لوحتنا تفضل لمئات السنين ونفضل معروفين زي محمود سعيد. ودي اخر فقره في تعلم الرسم. اتمنى تكونوا استمتعتوا واتعلمتوا معانا في الحلقه دي. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.